وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية. صرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن شكري أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعبا على أثر الزلزال الذي ضرب بعض المدن بالمغرب وما أسفر عنه من سقوط المئات من الضحايا والمصابين. أضاف المتحدث بأن الوزير شكري أعاد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، وهو ما أكدت عليه جميع ردود الأفعال المصرية الرسمية والشعبية. أوضح أبو زيد أن الوزير المغربي عبر عن عميق امتنان وتقدير الملك محمد السادس لمساندة وتضامن شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، ومقدرا قرار مصر بإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع المغرب.